عمل وتجميع استمر لأكثر من شهر ونصف، وجهود طوعية لشباب لطالما عرفتهم جيدا ساحة اعتصام الديوانية. عملوا طيلة تلك الأيام على جمع ما يقارب 1000 كتاب من متبرعين بها لتكون منطلقا لحملتهم المجانية، والتي خصت دعوة المهتمين بالقراءة والتثقف إلى أخذ ما يريدون من كتب تلائم ذائقتهم وأطروها بعنوان الشهي الثائر. قام فريق اتش جروب وشباب خيمة وطن معرض انا ثائر انا اقرا. شباب خيمة وطن مستمرين بالاعتصام من 1/10 الى هذا اليوم. كان الهدف الاول من المعرض انه توزيع اكثر من 1000 كتاب مجانا، يتضمن انه نريد نوصل رساله بسلميتنا ننتصر، بوعينا بثقافتنا اليوم ننتصر. كانت رسالتنا منذ اول يوم اعتصام لليوم هو تشجيع الناس وحث الشباب على قراءة الكتب. اقمنا العديد من المعارض، معارض القراءة المجانية، لكن اليوم كان يوم مميز جدا، وانه تم توزيع اكثر من 1000 كتاب. طبعا الكتب اللي موجوده معظمها تبرع، يعني معظمها جمعت عن طريق التبرعات، بالاضافه لان الكتب خاصه بنا ايضا تبرعنا بها احنا من وتم توزيعها. كما تحدث الشباب المتبنين للفكرة على ضرورة إعادة الروح لساحة الاعتصام وكسر قاعدة من وصفها قد أصيبت بالفتور من خلال فعاليات فيها الأمل والعمل الجماعي، والأهم أنها تبقى سلمية وواضحة الأهداف. اسم فعاليتنا هو أنا ثار أنا أقرأ. هذه الفعالية هي لزيادة الوعي والثقافة وأيضا زيادة زخم المساحات. بصراحة فاجأنا الحضور، أنه شوف المجتمع العراقي بسرعة من مجتمع يحب فضولي ويحب يتعلم ويحب يتغير، لكن البيئة ما متوفرة. وفرنا اليوم مجموعة من الكتب ووفرنا بيئة آمنة، تفاجأنا بعدد كبير من الناس. إن شاء الله أنه نحاول مستقبلا نكون بصمات تغيير أكبر من خلال الكتاب ومن خلال الوعي. أحد القراء وفي جعبته مجموعة من الكتب قد حصل عليها بعد صراع طويل، أكد أنه كان يأمل بالحصول على المزيد لأنه ينتعش بقراءة ما يزيد من ثقافته ومعلوماته. العدد المقرر هو كان يكون كتاب واحد لكل معتصم أو كل متظاهر. حقيقة هاي كتب قليلة، كان الوعد مع الأخوة في خيمة وطن هي الحصول على 50 كتاب، لكن شاءت الأقدار أن نحصل على هذا الكم القليل. نبحث عن الكتب الأثرية، الكتب القديمة دائما تستلذ بها. هناك مقولة قديمة تقول خير جليس في الزمان كتاب. بخيم الاعتصام حاليا نتواجد احنا بساعات متأخرة من الليل، بدل ما نخرج عن ساحة الاعتصام وما نستخدم وسائل التكنولوجيا بشكل مفرط نتجه إلى القراءة. شباب أرادوا إيصال فكرة السلام في الاعتصام والمطالب من خلال فعاليات مجانية خصت القراءة والثقافة والمعلومة، ويؤكدون أن المقبل من الأيام سينفذون أفكارا أخرى ليثبتوا أنهم أحرارا في أفكارهم ومشروعهم السلمي. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.